بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته في درس جديد إن شاء الله على قناة تقنية معلومات. بداية أطلب منكم إن شاء الله الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى الضغط على لايك لدعمنا بلايك إن شاء الله. واليوم سوف نتناول موضوع مهم جدا، وهو لماذا لا تظهر إعلانات جوجل أدسنس على فيديوهاتك الخاصة في قناتك اليوتيوب. إذن تابع معي. العديد من الأخوة يستخدم كلمات دلالية لغرض الربح على قناته وتحقيق الربح من موقع جوجل أدسنس، ولكن للأسف هذه الكلمات هي أصلا محظورة في يوتيوب. أهلا بكم من جديد أخوتي. إذن هذه الكلمات الدلالية التي هي محظورة أصلا في يوتيوب، فقط سوف أريكم الكلمات الدلالية المحظورة في يوتيوب. هذه هي الكلمات المحظورة في يوتيوب، ما ترون؟ سوف أقوم بتكبير الكلمات حتى تكون واضحة، وإن شاء الله سوف أضع هذه الكلمات أسفل الفيديو لغرض الحذر من هكذا كلمات حتى لا تعرقل إعلاناتك في جوجل أدسنس على فيديوهاتك الخاصة في قناتك يوتيوب. إذن هذا كل ما موجود لدينا في الدرس، وبالنهاية تقبلوا تحياتي من قناة تقنية معلومات. إذا أعجبك الفيديو لايك ومشاركة سبسكرايب على قناتي، وشكرا جزيلا لجميع المشتركين.